المرمى. طابت أوقاتكم، السلام عليكم. غضب جماهيري عربي من احتكار قطر لدوري أبطال آسيا. الهلال يتعثر بثلاثية مع الرأفة في القطارة. الأهلي ينتصر والنصر يغادر العربية بهدفين وبصقة. فرناندو مينغازو يحلم بكأس آسيا والملك للأبطال. البرازيلي ضيف في المرمى. الصين تحاكي التجربة السعودية وتنقل 20 شابا صينيا إلى البرتغال. أهلا بكم. اختتمت أحداث الجولة الأولى في دوري أبطال آسيا، ففي المجموعة الرابعة خسر الهلال السعودي أمام مضيفه العين الإماراتي بهدف لـ3، وتعادل الريان القطري مع استقلال طهران الإيراني بـ3 لكل منهما. ضمن المجموعة الثالثة فاز الأهلي السعودي على الغرافة القطري بـ2، وانهزم النصر الإماراتي أمام السبهان أصفهان الإيراني بـ3 أهداف لا رد لها. عبرت جماهير كبيرة في المنطقة الآسيوية العربية عن استيائها البالغ من احتكار النقل التلفزيوني لبطولة دوري أبطال آسيا. وتعالت أصوات في مواقع التواصل الاجتماعي محتجة على سيطرة قطر عن طريق شركة وسيطة على البطولة الآسيوية لمدة 8 أعوام قادمة في مقابل $150 مليون، وعرضها بيع الحقوق بضعف المبلغ على اتحاد إذاعة الدول العربية. وتركزت الاحتجاجات على ضعف التغطية التلفزيونية التي رافقت المباريات، والتوجه الموحد للمعلقين والمحللين الذي لا يراعي تنوع الميول واختلافاتها لدى الجماهير. يذكر أن هذه البطولة كانت تبث على مختلف القنوات العربية في نسخها السابقة. كشفت للعربية مصادر خاصة عن اقتراب السعودي عبد الله الحافظ لاعب باكوس فيريرا البرتغالي عن اقترابه من تمثيل فريق الهلال في الموسم المقبل بعد تفضيله على عرض اسباني. يذكر ان عبد الله الحافظ اول لاعب سعودي احترف في البرتغال قبل ان يتبعه 8 لاعبين اخرين. وشارك الحافظ في مونديال الشباب في كولومبيا قبل 2 عامين ولم يستدعى ابدا للدفاع عن الوان المنتخب الاول. ومن البرتغال يلتحق بنا الان عبد الله الحافظ لاعب باكوس فيريرا البرتغالي عبر الهاتف. عبد الله اهلا بك معنا. الانباء نقلتك من بدايه الموسم المقبل الى صفوف الهلال السعودي، كيف تعلق؟ طبعا مفضلا الهلال على عرض اسباني. السلام عليكم. وعليكم السلام. في صباح الخير اخي بتار. اهلا وسهلا. بالنسبه للعروض عن العروض اللي تكلمت عنها عن طريق وكيل الاعمال اللي بيدروا بين تلقيت يعني اكثر من عرض برتغالي وعروض اسبانيه خليجية بشكل عام، يعني انا اسف بوكيل اعمالي وراح نختار الافضل، يعني انا ووكيل اعمالي بجروبينت وراح نختار المناسب في المرحله القادمه ان شاء الله. طيب عبد الله، انت لديك الرغبه في اكمال تجربتك الاحترافيه خارج السعوديه ولا ترغب في العوده للبلاد؟ شوف بشكل عام يعني في يوم من الايام راح ارجع اكيد. نعم. لكن في يعني الوقت هذا يعني الواحد يدور شيء لنفسه، انه يقدم شيء لنفسه، وان شاء الله يعني اذا قدرت اني اقدم شيء لنفسي خارج او داخل السعوديه باذن الله راح اسوي الافضل. نعم. زي ما قلت لك انا اثق بوكيل اعمالي وراح نختار الافضل يعني لمسيرتي باذن الله. عبد الله، المصادر التي نقلنا عنها الخبر قالت ان الموضوع محسوم مع الهلال، انك فاضلت بينه وبين العرض الاسباني، وان الموضوع محسوم فقط في فتره التسجيل المقبله او في معسكر الهلال التحضيري للموسم المقبل ستكون احد افراد الفريق. لا لحد الان مثل ما قلت لك تلقي عروض مع السيد بيدرو، ف في العروض هذه لسه يعني ما فضلنا بين عرض عن الاخر، وللحين زي ما قلت لك عندي عروض راح ندرسها ونشوف الافضل باذن الله. طيب يعني انت عقدك مع الفريق البرتغالي كم تبقى عليه؟ موسم واحد فقط؟ لنهايه هذا الموسم ان شاء الله. العرض البرتغالي اللي موجود في البرتغال هو مع باكوس فيريرا ولا مع فريق اخر؟ في فرق اخرى وفي يعني مع باكوس برضه.
طيب بالنسبة للعرض الأسباني، يعني فريق أسباني في الدرجة الأولى حتلعب في دوري A، أعتقد طموح جيد لك، مش مغري هذا؟ شيء طبيعي، يعني دوري أسباني في اختلاف كبير عن دوري البرتغالي، لكن لحد الآن زي ما قلت لك قاعد أطالع عن وكيل أعمالي سيد بيدرو نختار الأفضل، يعني لحد الآن بس يعني ما طلعنا عليها بشكل عام في العروض، فإن شاء الله ما نطلع عليها بشكل عام. طيب. لما خلص برضه من عقدي هنا، تعرف الواحد لازم يحترم عقوده، فبعدها راح نختار الأفضل. طيب عبدالله أنت ما تبغى تجاوبني ولا حتى ذكرت اسم من أسماء الأندية، لكن بخلينا أتكلم معك يعني أخرجك من الحرج، فأقولك بالنسبة لك الحسم هي التجربة أم المال؟ الحسم لطريقك المقبل. لحد أنا طالع وفي نفسي إني أقدم شيء لنفسي. نعم. يعني الحين ما قدمت اي شيء اني العب زي كذا، صح اني لعبت مباريات مع الانديه اللي مريت عليها ليريه الاول، نعم، مع بات للحين ما حصلت الفرصه اللي اقدر اقدم نفسي. بالعكس اتوقع لو اني قدمت نفسي بشكل اكبر راح احصل لي عروض افضل من كذا. يعني طيب انا سالتك وما جاوبت، الحسم للمال ولا للتجربه؟ قايل لك على التجربه ان شاء الله، يعني تجربة الواحد يبغى يقدم شيء لنفسه، هذا اللي المقصود فيها. يعني افهم من ذلك انك ما يعني لا تفضل العودة للسعودية. والله هي يوم من الايام راح تكون، فما ادري عن طريق مين، لان الواحد يحب انه يلعب في المملكة، يعني كسعودي يحب انه يكون في المملكة اكيد. جميل. لكن في يوم من الايام باذن الله. أرجو لك التوفيق أينما كنت. عبدالله الحافظ لاعب باكوس فيريرا البرتغالي ومن قبله ليريا في الموسم الماضي، عمره 19 عاما، محترف سعودي في البرتغال. شكرا جزيلا عبدالله. وقفة قصيرة نعود معكم لنتابع في المرمى وفيه فرناندو مينغازو يحلم بكأس آسيا للمرة الأولى مع اليوف. النصر يغادر العربية بهدفين ومستوى باهت وبصقة ويعلن وقف سعود حمود.